تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. واستعرض عاهل البلاد المفدى حفظه الله مع الرئيس محمود عباس خلال الاتصال وجهات النظر المشتركة حول القضايا الإقليمية والعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة على مختلف الصعد في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية. وقد عبر جلالته حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة، داعيا جلالته الله العلي القدير أن يرفع شر هذه الجائحة ويقي شعب فلسطين الشقيق من الأوبئة والأسقام.